نبدأ حلقتنا من هذا الصباح مشاهدينا بهذا الموضوع واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس الأربعاء لوزير الخارجية الأردني السيد أيمن الصفدي. اللقاء تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في منطقة الشرق الأوسط. أكد الرئيس السيسي على اعتزاز مصر بعلاقتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار. أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة، حيث تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق. كما تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 من يونيو عام 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف ويدفع نحو احتمالات تهدد الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة. مزيد من التفاصيل برؤية تحليلية مع دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام. دكتور أحمد صباح الخير على حضرتك. دكتور أحمد صباح الخير عليك رامي، وصباح الخير عليك يارا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. دكتور، يعني مصر والأردن دولتان شقيقتان تتوافق الرؤى والجهود بينهم لحل القضية من جذورها كأولوية وطنية عربية وجغرافية بالتأكيد، وحفاظا على الأمن القومي لكلا البلدين. كيف ترصد مدى التوافق في الجهود والتحركات الدبلوماسية بين مصر والأردن على الأرض وانعكاسه على محاولات حل القضية في ظل ما نعيشه الآن من توترات وتصعيد من جانب القوات الإسرائيلية؟ في الواقع رامي أن التنسيق المصري الأردني يمثل نموذجا مهما حقيقة فيما يتعلق بإدارة العلاقات الثنائية أو فيما يتعلق بدعم القضية العربية وبالطبع على رأسها القضية الفلسطينية. على مدار العام الماضي رأينا هذا التنسيق المصري بين الجانبين يبرز بشكل واضح فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا فيما يتعلق بالعمل على منع توسع الصراع الإقليمي، إضافة طبعا إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة وحق في إقامة دولات. بالطبع هذا اللقاء بيعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية. هذه الخصوصية تنبع من كونها أولا علاقات شراكة استراتيجية، نموذج في إدارة العلاقات العربية العربية القائم على تعظيم المصالح والمنافع المتبادلة، وهناك آليات كثيرة للتعاون بين البلدين. الأمر الثاني بيعكس أيضا تطابق المواقف المصرية والأردنية فيما يتعلق بالدفاع عن القضية العربية، فيما يتعلق بتأكيد ضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يؤجج بإشعال المنطقة، خاصة في ظل هذا اليمين الديني المتطرف الحاكم في إسرائيل الآن والذي يقود المنطقة إلى الهوية ويشعل الحرائق. هو الآن بعد غزة يحاول نقل استنساخ السيناريو في لبنان، في الضفة الغربية أيضا يريد توسيع حرب إقليمية شاملة. كل هذا بالطبع يهدد الأمن والاستقرار. في هذا الأمر تشكل مصر والأردن ايضا تيار الاعتدال والحكمه وتيار المنحاز للاستقرار والسلام، وبالتالي هذا التنسيق المصري شكل حجر زاويه مع الاردن فيما يتعلق باجهاض مخططات اسرائيل في التهجير القسري للفلسطينيين سواء من غزه الى سيناء او من الضفه الغربيه الى الاردن، وعكس ايضا حقيقه محوريه دور البلدين فيما يتعلق بوقف هذا العدوان، فيما يتعلق بالتحرك على المستوى الدولي مع الدول المهمه والشركاء لعجل الدعم للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعه. نعم، دكتور احمد، خلال هذا اللقاء تم التاكيد على خطوره مسار التصعيد العسكري. هذا التصعيد اذا تكرر لن يؤدي إلا إلى دائرة لا تنتهي من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة. خليني أنتقل مع حضرتك من نقطة أخرى أيضا، وهي من الثوابت المصرية المتعلقة بالحفاظ على القضية الفلسطينية ككل، بمعنى أنه نسير في مسار الدعوة لوقف إطلاق النار واحتواء الأوضاع الراهنة، ولكن في نفس الوقت
نسير في مسار وهو الأساس الذي لا ينسى، أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الدولة الفلسطينية المستقلة، والدولة الفلسطينية موجودة جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وهذا أيضا ما كان في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أمس. كيف ترى هذا الحرص على أساس القضية والتذكير بأنه أي تهدئة حتى في الوقت الراهن لا تجعل مصر أو الأردن تنسى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الشعب الفلسطيني وحقه والاستقرار الدائم؟ الواقع يرى أن المقاربة المصرية هي مقاربة شاملة ومقاربة جذرية، معنى هي تنطلق من ضرورة معالجة المرض وليس العرض. ما يحدث الآن من تصعيد كلها أعراض لهذا المرض. نعم. المرض يتمثل في استمرار الاحتلال في غياب أفق للتسوية السياسية وغياب السلام العادل والدائم. صحيح. ومن هنا هدف مصر ليس فقط وقف الحرب ووقف التصعيد، هذا خطوة، لكن أيضا معالجة الصراع الجذوري من خلال إنهاء المسببات، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة، وقف العدوان أيضا على لبنان وانتهاك سيادته، ثم الحل الجذري المتمثل بإطلاق مسار المفاوضات يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه المقاربة المصرية تتحرك على مسارات متوازية كما أشرت ومتكاملة. مسار إنساني في دعم الفلسطينيين وتخفيف المعاناة، مسار أمني فيما يتعلق برعاية المفاوضات ودعم أي تحركات وقف إطلاق النار، وأيضا منع التصعيد الإقليمي، إضافة طبعا إلى المسار السياسي للعمل على تعزيز الثوابت الفلسطينية وإجهاض مخطط إسرائيل في تصفية القضية من خلال التهجير القسري. ولذلك كان تحرك مصر على المستوى الدولي مستوى الجمعية العامة إصدار قرارات تدعم حقوق المشروع للشعب الفلسطيني، حقه في إقامة دولته، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. هذا بيعكس محورية ومركزية القضية الفلسطينية في أجندة السياسة الخارجية المصرية. لا يمر يوم بل لا تمر لحظة إلا والقضية الفلسطينية في قلب اهتمام الرئيس السيسي والدولة المصرية على كل المستويات على كل المسارات لتعزيز وتأكيد ثوابت وحماية الشعب الفلسطيني. ونقول دائما يعني دائما عبارة يعني نختم بها هذا الأمر، وهو أن مصر تشكل صمام الأمان للقضية الفلسطينية وهي الداعم الأساسي والأكبر للشعب الفلسطيني. وأيضا هناك مسار آخر دعني أشير إليه بعجالة، وهو ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز الرؤية الفلسطينية الموحدة. كل هذا بعكس تحركات مصر لدعم الفلسطينيين وإجهاض مخططات اليمين المتطرف فيما في محاولة القضاء بالفعل على القضية الفلسطينية. دكتور أحمد، يعني في سياق حديثك تحدثنا عن الدور المصري والدور الأردني في التوافق فيما بينهم لحل القضية بشكل فعلي على الأرض من خلال ثوابت تاريخية موجودة بالفعل، ولكن دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه القضية، تجاه حل الدولتين، تجاه السلام بشكل عادل. في 30 ثانية دكتور أحمد، متى يفعل المجتمع الدولي دوره للضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان سواء على فلسطين أو لبنان؟ أولا المجتمع الدولي، وعندما نتكلم عن المجتمع الدولي نقول المجتمع الغربي، أمريكا وبعض الدول الأوروبية، هي الدعم الأساسي لإسرائيل، هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. استمرار الدعم الأمريكي والتواطؤ والازدواجية في المعايير هي من ستؤدي إلى إشعال المنطقة وزيادة منسوب التصعيد الذي ستدفع ثمنه كثيرا هذه الدول أيضا، لأن ليست مصلحتها هذا العدوان وهذا إشعال النيران في المنطقة. نعم. بالتأكيد إسرائيل. بالتأكيد دكتور أحمد، سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، جزيل الشكر على وجود حضرتك معنا.